وأنا أحضر هذه الحلقة لفت نظري كمية المخطوطات التي عملت عليها، ففكرت أنه أنا أجيب بعض المخطوطات وأعرضها عليك، لأنك كنت تقول أني أنا أعرف المخطوطات كما أعرف أبنائي. لفتت نظري هذه الخطوط، أقصد يعني خطوط المخطوطات خطوط المخطوطات، فنريد أن أعرضها عليك ونبي نشوف بعضها. نعم، ما أدري عتبت شو يعني تعرفها ولا لا، خلينا نشوف إنك تتعرف عليها ولا لا. هذه مخطوطة من المخطوطات، تعرف هذا خط ابن المهندس المتوفى سنة 737، وهو الذي كتب كتاب تهذيب الكمال في 22 مجلد. نعم، هذا كان من العلماء المتقنين حقيقة، من النساخ المتقنين. إيه خط واضح ذا، أو من أجود لا مو فقط واضح، خط الواضح شيء والخط المتقن شيء آخر. شو الفرق بينهم؟ الخط الواضح تعطيه الكتاب خطاط جاهل فيحرفه ويصحفه، وهذا أكثر ما تجده في خزائن الكتب الخزائنية، يسمونها النسخ الخزائنية المذهبة والمزوقة، وكاتبيها خطاطين يمكن مليئة بالأخطاء. يعني شو معرفة هذا الخطاط؟ ما هو من أهل العلم؟ هذا من أهل العلم، هذا عالم، هذا من طبقة البرزالي ومن طبقة الشيخ الإسلام، ومن طبقة هذا ابن غنائم ابن المهندس الحنفي من كبار العلماء. نعم. سمع من النسائي الظاهر، سمع من النسائي هو أيضا. سمع من النسائي هو ولا ما سمع؟ لا لا، شي جيب عن النسائي. شلون؟ لا لا لا، هو من أهل القرن الثامن. من القرن الثامن؟ لا لا لا، من القرن الثامن. يعني من طبقة الذهبي وطبقة شيخ الإسلام ابن تيمية وطبقة أبي القاسم البرزالي وطبقة المزي. هو أخذ هذا الكتاب تبع المزي، هو نسخه. طيب أبوريك أيضا مخطوطة ثانية. نعم، وهذه المخطوطة هذا اللي على الهامش وحد، وهذا اللي بالمتن وحد. هذا اللي بالمتن لابن السراج. ابن السراج كان هذا نقيب دار الحديث الأشرفية من تلامذة المزي، وكتب هذا أظن الكتاب والله أعلم، هذا كتاب تحفة الأشراف صحيح للمزي، وهذه نسخة ليدن. نسخة ليدن، شوف على الهامش. الهامش خط مين؟ خط الحافظ بن حجر. ما شاء الله، وهو من الخطوط الرديئة يعني، معروف خطه رديء يعني، يتفق عليه العلماء أن خطه بن حجر، بن حجر رحمة الله عليه من أسوأ على الخطوط، علمه وفضله كان خطه رديئا يعني معروف. هذا فيه نقد، شوف هذا موجود نقد لبعض ما جاء في تحفة الأشراف. نعم، هذا بخط خط المز. عطنا عطونا يا شباب خط آخر. وهذا الخط هذا خط المزي. ها، خط المزي جمال الدين يؤسف المزي في تحفة الأشراف. في تحفة الأشراف هذا، شوف حديث سفيان بن سعيد الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر، هذا حط الرموز، شوف خاء ميم تاء سين قاف إلى آخره. يعني إحنا نجد صعوبة في قراءة المخطوطات، وتلقى نقراها ببطء شديد. أنا أقرأ المخطوطات كما أقرأ الكتاب المطبوع. المطبوع يعني لا تختلف عندي يعني. أريد أن أعرض عليك أيضا مخطوطة أخرى. هذه المخطوطة هذه غريبة المخطوطة. أي هذا، لأن هذا مجدول. هذا كتاب مجمع الآداب في معجم الألقاب المرتب على معجم الأسماء بخط مؤلفه ابن الفوطي الشيباني، هذا المتوفى سنة 723 هجرية. هو من علماء العراق، هذا من علماء العراقيين. شوف لاحظ، يكتب عز الدين، يعني كل من اسمه لقبه عز الدين. هي. لاحظ عز الدين عز الدين، ويرتبهم على الحروف. فهو معجم مجمع الآداب في معجم الألقاب المرتب على معجم الأسماء. إيه؟ هذا خطه، هو هذا حققه شيخنا علامة العراق مصطفى جواد رحمة الله عليه. نعم، هذا كان من العلماء الأفذاذ مصطفى العراق. جواد هو الذي علمني التحقيق. هو اللي علمك التحقيق؟ إيه، هو الذي علمني، أستاذي هذا. هذا أستاذي الذي لا أنسى فضله في يوم من الأيام على الإطلاق. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. أيضا يعني أنا عجبتني قصة المخطوطات، فودي ما شاء الله عليك كل مخطوطة جبتها زي ما هي يعني. وتقرأها بوضوح. أنا صراحة ما أقدر أقرأ بعضها. عطني واحدة غيرها. وهذه هذا خط مين هذا؟ هذا خط بدر الدين البشتكي من أنجب
العلماء الذين نسخوا تاريخ الإسلام للذهبي عن نسخته التي بخطه. بدر الدين البشتكي هذا توفي سنة 830 هجرية ونسخ نسختين من تاريخ الإسلام. سبحان الله، أنا وقفت على المجلد الأول من النسختين، واحدة في تونس وواحدة في إسطنبول. شوف أين ذهبت المخطوطات، واحدة في إسطنبول واحدة في تونس. الحمد لله، يعني أنا هذا أحب أن هذا متقن جدا، مع أنه خطه كان يكتب سريعا، يعني صعب قراءة هذا الخط. لا، ما بي شيء أنه النزع في زيد بن ثابت في كذا إلى آخره، يعيش أشياء سعيد بن زيد بن محمد بن سبحان الله. أيضا يعني أخذها على المخطوطتين أو ثلاثة مخطوطتين، مع أعطونا المخطوط اللي بعدها. وهذا الخط لمن؟ هذا خط الذهبي رحمة الله عليه. في أي كتاب؟ والله هذا في الكتاب المستملح الذي اختصر به الذهبي كتاب التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار المتوفى سنة 658 هجرية. خط الذهبي معروف، الذهبي رحمة الله عليه. أنا أعرف الخط الذهبي كما أعرف أولادي حقيقة، لأني عشت معه 50 عام 60 عاما. خط الذهبي يعني أنا اشتغلت تاريخ الإسلام ووقفت على 10 مجلدات من أصل 21 مجلد بخطه، موجودة في آيا صوفيا في إسطنبول الآن في المكتبة السليمانية. هذا ملخص لكتاب كانوا يعتبروه، هذا المستشرقين كانوا يعتبروه هذا جزء من التكملة. هو ليس جزء، هو مختصر لكتاب التكملة، سماه المستملح من كتاب التكملة.